السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنتحدث عن نظرية الجشتالت والجشتالت، وهي نظرية ألمانية، وسنحاول أن نتعرف عن قدرتها للتعلم وللتعليم. سنبدأ مع الرواد، ومن بين روادها نجد ثلاث رواد رئيسيين: ماكس فروتهايمر وكوهلر وكوفكا. كيف تنظر هذه النظرية للتعلم؟ ترى بأن التعلم هو استبصار وفهم مرتبط بالإدراك. ماذا نعني بالاستبصار؟ الاستبصار هو القدرة على إدراك العناصر في إطار البنية. أما الفهم فهو المغزى الحقيقي للتعلم، أي فهم العلاقات والترابطات بين البنيات. نظرتها للمتعلم تعتبر بأن المتعلم فاعل وذكي ونشيط ومتدخل بإعادة تنظيم وهيكلة المعطيات وعناصر المجال. نظرتها للمعلم ترى بأنه ليس له أهمية في التدريس. أما بالنسبة للمبادئ، فنظرية الجشتالت تقوم على مجموعة من المبادئ، أهمها أن التعلم يقوم على الإدراك، التعلم يقوم على إعادة التنظيم، التعلم يقوم على الفهم وليس الحفظ، التعلم الحقيقي لا يتعرض للنسيان، تعتبر بأن الاستبصار هو التعزيز الحقيقي، وتعتمد على قانون التشابه، وتعتبر بأن التعلم لا يقوم على الارتباط بين عناصر غير مترابطة. بالنسبة لمناهج التعليم، هذه النظرية تبتعد على الحفظ كهدف أساسي للتعلم، وتعتبر بأن التعلم بمثابة استبصار وفهم كما قلنا في السابق، وتؤكد على الطريقة الشاملة الشمولية عوض تجزئية في التدريس. لا ينبغي التأكيد على الجواب الصحيح بل الطريقة الصحيحة للوصول له، وترى بأنه لابد من توجيه المتعلم إلى إدراك بنيات المواد التعليمية. هذه النظرية تعتمد على بيداغوجيا حل المشكلات. هذه النظرية لم تسلم من مجموعة من الانتقادات التي وجهت لها، ومن بين أبرزها أنه لا يمكن حصر التعلم في الإدراك فقط، لم تعطي قيمة للبعد الانفعالي والوجداني والاجتماعي، وكذلك لم تعطي أهمية للتعلم عن طريق الأقران والمحيط. إذن هذا كل شيء فيما يخص نظرية الجشتالت. في الفيديو القادم سنحاول أن نتعرف على النظرية البنيوية مع رائدها جان بياجي. وإلى ذلك الحين لا تنسوا زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.